أنا بالنسبة لي بحكي عن حالي، من سنتين وصلت الباب أخذت بطانية بطانيتين ومتين، هذول المعونات اللي استلمتهم من سنتين لهلا. بعد فكرنا انه هذا الوضع ما بيمشي الحال، يعني بدك تشتغل على حالك مشان تقدر تعيش حالك، يعني ما بتضل من فلان عطيني وفلان ديني ما بعرف ايش. اسمي عادل ابو احمد، من مهاجرين مدينة دير الزور مدينة القورية، طالب سنة ثالثة حقوق بجامعة الفرات. لحد ما كنت روح وارجع وداوم على جامعتي واموري ممتازة ومستقرة، لحد ما بلش ظهور الدواعش عندنا بالمنطقة بداية 2014، فصار في صعوبة انك تداوم على الكلية وترجع، وهن بنفس الوقت الدواعش ركزوا علينا نحن طلاب الحقوق وطلاب الجامعات بشكل عام، انه ممنوع تداوم، ممنوع كذا، ممنوع كذا. ساء الوضع من سيء لأسوأ، يعني ما عاد انه ينعاش بالمنطقة بالمر. فقررت انه اطلع، يعني اطلع من المنطقة وبطلع باتجاه الريف الشمالي باتجاه مناطق الجيش الحر له. والفعل يعني اخذت عيلتي وطلعت، عيلتي انا وحرمتي، ما في عنا حتى اولاد ما كان في. وصلنا مدينة الباب وبلشت المعاناة هون، وصلنا لا مصاري لا أغراض لا عفش لا شيء، يعني ما عندك شيء. فتحوا هون مخيم الشرية، فتحوا مخيم لواء النازحين لإخواننا اللي اجوا من الشام من الغوطة ومن غير. فاجت ببالي فكرة انه اعمل محل صغير هون على قدي، وبداية الموضوع يعني مو انه مشان الربح او مشان عايش حاله، لانه المخيم صاير برات الباب وصاير المسافة بعيدة شوي عن الباب، فانا منحط المحل منه بنسترزق ومنه بنخف المعاناة عن أهالينا النازحين اللي عم ينزلوا على الباب بشكل يومي ليجيبوا أغراضهم من خبز من أكل من غير من شيء من مواد تنظيفية، عرفت علي شنو. والمحل بلشنا به بإمكانيات بسيطة جدا، يعني بجوز رقم ما يتجاوز 200,000 ديناهم من واحد من رفقاتنا وبلشنا بالمحل. والحمد لله شوي شوي بلش المحل يصير، لحد ما اجت الطوفان وبلش الشتاء. يوم بلش الشتاء ما في غير الأطفال والنساء والشيوخ وبلش الطوفان، بلش العالم تطلع من المخيم. في مدنية كان برا واقفين بيستقبلوا ناس وبياخذوهم، اللي بياخذوه على جامع، اللي بياخذوه على المدرسة، اللي عنده مكان وبياخذوه عليه ببيته عنده. نحن كمان طاف المحل، طافت الأغراض، سكرنا وطلعنا، في إنا قرايب بالباب بيتنا عندهم، وتاني يوم رجعنا لهون صرنا عاد نحصي الأضرار. يعني اللي اشتغلنا بسنة ونص أو سنة هون كان من فتحنا المخيم ضاع ساعات. الحمد لله رب العالمين على كل حال، يعني وان شاء الله الله يفرج على المسلمين بشكل عام، يعني بسوريا وكل من يرجع على بلده، يعني هاي اهم شيء. ما بدنا نضل قاعدين من المخيمات ومتشنططين.